واحد السلام عليكم الناس زوينين، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. سمحوا لي على الغيبه. المهم انا راه غرب ماشيه غرب، غادي نخلي القناه تبقى اكتيف كوميم، مره نحط فيها شي حاجه باش انسى ان شاء الله من وراء الولاده. وكنتمنى تدعيو معايا دوز كلشي دوز كلشي بخير وعلى خير. باقي ليا تقريبا شهر ونص. المهم راكم تشوفوا نتوما غير من هنا من هنايا وليت عملاقه، الحمد لله. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال، والله يرزقكم جميعا. وكل مره واحده في راسها الله يفكها بخير وتجيب لينا ان شاء الله وليداتنا بصوره كامله. وفوالا دوز كل شيء بخير. سينو مرحبا بكم مره اخرى. واليوم كنت بغى نهضر لكم على واحد الموضوع مهم بزاف بزاف بزاف. طبعا احنا في المغرب كلنا كنهضروا عليه، ولكن انا غنقول لكم على تجارب شخصيه ديالي، تجارب شخصيه مع رجاء. اسمحوا لي نشوف راه مسكيته على هكا، لان هذه الجلسه ولات كتجيني صعيبه على اي. هذا الموضوع هو الاهميه ديال السكات، تسد فمك السكات، وكيفاش انه نعطيكم بعض الامثله لشي حوايج اللي انا غير ما سكت عليهم ودازوا يعني بمرور الكرام وتيسروا، وشي حوايج اللي كتهضر عليهم كتبارطاجي مع الناس ما كيتيسروش سبحان الله. طبعا هذه المساله عارفينها، ولكن قلت نهضر لكم على الاهميه ديالها، ربما نشجع الناس اللي فيهم الهضره بحالي من قبل. المهم دابا راه حاول زعما شويه المانجي راسي وفوالا باش يديروا بعض النصيحه وتنفعهم في حياتهم ان شاء الله. قبل هذا الشيء واحد الميني فلوغ عائلي مع بنتي، ومهم مع العائله الصغيره خرجنا لواحد الريستورون، فكيعجبني مره ندخل واحد الميني فلوغ. اما الفلوغات زوينين ان شاء الله، غندير لكم كثار دي روتين بزاف الحوايج مي حتى نخفف، لان دابا ما نكذبش عليكم سبحان الله الصحه هي اهم حاجه في الحياه، فما كتعرف قيمتها حتى كتولي شاده غالفراش تجب ما كيريحك. ولكن الحمد لله نخليكم مع الميني فلوغ ونهضر لكم على علاش خاصنا نضربوا الضم كما كنقولوا باش تيسر امورنا. مامي زوز مامي اي لايك ذاتس نايس عمر مثلا هذا جبان بديك عمر. واتس يور مامز فيفرت فيش؟ فيفرت فيش كيري تو لابسو كاتا لابسو كاري باركن ورنا ارجو كار برو نہیں لا جو نہیں پڑن ماس باب کتنا 33 بيزي. And what's your favorite, Omar? As usual, I'm gonna eat the red lobster. Yeah, I mean, I think my mom will eat it also. She will eat it. Yeah, she will like it. Yeah. Also, we can get that. You know that pasta with cheese and what was the nice one? One was with shrimp and what the other one? The same one. The Mommy. One with crab, I think. Mommy. Yeah, the one with the crab. Mommy. I think the one with crab was nice. Yes, Mommy, baby. We even got porridge. What happened, baby? We even got porridge. Porridge? What do you want to eat, baby? I want to eat some fries there and some... What do you mean fries? Always fries, fries? Wherever she goes, only fries. No, we're going to eat chicken. I want chicken and fries and some oranges. You're funny, baby. You need to eat some fish. This is a fish place. Red Lobster, مكاننا المفضل. Lobster. Take your name. What about you, baby girl? What are you gonna eat? Nuri, what are you gonna eat? Nuri, what are you gonna eat? Huh? Alright, only fries. Alors,
صراحه كنا ما ناخذوش حاجه اخرى صافي خدينا هذا ما ماشي مشكل. هذا سميتو لابستر فيست يا ولد اللابستر كراب بينو كلات هاي تيك بيكتشر اوف يور فود انتي يو دونت لايك ات نو I don't think you will like it. You will like it. It's really good. عدنا فغنقول لكم على حاجه. انا من النوع كاين واحد النوع ديال الناس من صغرهم يعني شي حاجه كتكون في الشخصيه ديال الواحد انه كيبغي يهضر كيبغي يبارطاجي الا فرح الفرحه ديالو ما كتقدوش انه كيولي يبغي يقول لجميع الناس. ف بقى فيا انا هاد المساله صراحه لدابا وانا من هذاك النوع ديال الناس من صغري يعني مثلا الله يجعل ماما تعطيني شوكولاته في الدار وانا صغيره خاص دير كلشي يعرف بلا ماما عطاتني شوكولاته المهم ولكن علمتني الحياه شي دروس اللي صعيبه بزاف في هاد المساله ديال السكات. مثلا نعطيكم واحد المثال مثال من امثله كثيره الكثيره اللي طبيعة الحال رجاء كوم دابيسور كتبقى تهضر بزاف والحاجه اللي كتكون يعني كما كنقولها ضمنتيها في يدك صافي راه ولات في يدي وكتمشي وسبحان الله كتغبر بواحد سبحان الله بواحد الطريقه ما فهمتش كيفاش هذاك الشيء داير. ولكن ملي وليت كنتفرج في هالشي ديال التنميه البشريه كنت قرا شي كتبه بحال هكا على علم الطاقه التاثيرات ديال الناس عليك وعلى الحوايج ديالك عاد وليت كنتفهم وليت كنحاول يعني ناخذ هادشي بعين الاعتبار قبل ما نسرع ونبقى نهضر بلا قياس. يعني وليت كنحاول يعني بزاف الحوايج فعلا الحمد لله سكت عليهم وبقيت خدام عليهم بصمت كملهم الله بخير وعلى خير. ما كتجذبش هاد التركيز ديال الناس ليهم اوكي. فالمثال الاول ومن بعد غنقول لك الشرح ديالو علاش ان الحاجه ما كتيسرش لك ملي كتبقى كتهضر بزاف. فالمثال اول مثال اللي انا عاقله عليه بزاف هو الهجره الامريكان. فسبحان الله الهجره الامريكان كنت صافي مشيت للقنصليه داز كل شيء بخير دزت انا وشي تلاميذ واحد اخرين عندهم نفس القرايه ديالي نفس الملف نفس عندنا كلنا نفس الملف قهوة سبحان الله داكشي ارزاق كاين اللي كيقبلوا ليه كاين اللي ما كيقبلوش ليه. ورغم ان الناس الاخرين اللي دفعوا معايا اللي كانوا كيقراو معايا في نفس المدرسه ربما ماديا اكثر مني والدي ملبس عليهم اكثر ولكن هذاك الشيء ارزاق. فانا ما يدوز الانترفيو قال لي السيد اللي كندوز معاه قال لي شوفي انت مقبوله مرحبا بك جي نهار ثلاث باش تاخدي سميتو تاخدي باسبور ديالك وتاخدي امورك فيزا ديالك مطبوعه وكلشي. مشيت فرحانه قلت واو. ملي مشيت النهار اللي قالوا لي جي فيه بعد انا هذاك النهار اش غنقول لكم العائله كلها والجيران كل شيء عرف رجاء غدا الامريكان صافي دوزت لونتروتيان. انا عند راسي صافي قطعت الواد ونشفر لي لا فامي كل شيء وشي وحدين ديجا بداو كيتخيلوا بلا وليتي مليونيره ومشيتي الامريكان عرفتي واحد النوع ديال الناس اللي كيسمعوا شي حاجه صافي يعني بحال كتكون العين حتى على المستقبل ديالك اللي هو ما مضمونش ما عارفكش الواحد واش مازال غتبقى حي واش داك الشيء غتوصل ليه ولا ما توصلش ليه. يعني كيكون الواحد كيبدا ديجا العمليات ديال الطاقه السلبيه من دابا على المستقبل ديالك اللي هو غير مضمون باقا ما عارفوش انت. فسبحان الله كثرت انا حسيت في قلبي تشد عليا كثرت الهضره على داك الامريكان رجاء غادي الامريكان رجاء غادي الامريكان الضرب كلشي راك عرفته في المغرب حنايا الامريكان زعما شي واحد الا مشى شي وحده لفرنسا كيديروا عليها حاله عاد الامريكان فا انيويز فمشيت ملي مشيت لك يوم الموعود من بعد هاد اللغط ومن بعد هاد الهضره وهذا مشيت باش ناخذ زعما الفيزا ديالي قالوا لي سيري حتى نعيطوا عليك علاش اش كاين ما عرفش ممكن تاخديها ممكن لا راه كاينين شي كولا خاصنا نديرو شي further investigations مازال خاصنا نقلبو شي حاجه ما واضحاش لينا بحال ما عرفوش مازال واش مازال غيعطيوني الفيزا ولا لا. ما نكذبش عليكم جيت في واحد الحاله خايبه شي اسوء حاجه اللهم شي واحد تقول ليه لا نتايا مرفوض نهار الاول او لا تعطيه واحد الامل كبير عرفتي شنو هي يعطيك شي واحد امل نتايا انسان من دوله من دول العالم الثالث ويلا كملت قرايتي
يعني صافي، يعني بالنسبه ليا انا شحال يعني عرفتي ملي كتكون كتقرا وهذا الهم ديالك الكبير هو اش غادي ندير مورا هاد القرايه، كتكون يعني مستريسي. اوكي قريت 5 سنين، خديت الماستر كذا كذا، اش غندير وراء هذاك الماستر؟ كيكونك الهاجس هو عندك غير ما ندير والو، خلصوا عليا والديا وكذا وكذا ما ندير والو. فطبعا هذيك الفرصه ديال الميريكان كان اوف الحمد لله، على الاقل كترتاح انني راه غنقرا غنمشي لك البلاد ماشي مشكل، ندير اللي درت، المهم غنكون في دوله كبيره وغنبني فيها المستقبل ديالي الى اخره. اش غنقول لكم، دازت شي شهر ولا مع شهرين، المهم مده طويله يعني ما موالفاش ليهم. هذيك المده ديال نقولوا حنايا شهرين مثلا، الناس ما خبرهمش بالله راه رجعوني وقالوا لي صافي هذاك الشيء ما بقاش منه. فماما مسكينه في الدار عاتي الله يستر لها، كتبها بحال شي عزاب، الناس كيجي يقول كاين الناس اللي جايين كنبروك على رجاء والله الا سعداتكم مشات غتمشي بعد الميريكان، كتقول لي ماما راه مابقاتش غادا وقع مسكينه، ولاو الناس داخلين خارجين وماما كلها كتشرح لواحد بواحد، عاتي واحد العذاب نفسي. في المغرب عندنا حنايا كندخلوا في امور بعضياتنا بزاف، هي زوينه وخايبه من واحد الناحيه، انكم كتكون الفرحه كتكون شي حاجه كتشاركها، ولكن او ميم طون شي حوايج اللي كت نورمالمون من الاحسن يبقاو ديالك وبينك وبين عائلتك الصغيره، صافي كتخمم فيهم مشات، يعني ما يبقاش كلشي العالم داخل معايا في الاشياء الخاصه ديالي ومتبع معايا الاحداث، طلعات نزلات، يعني كيكون عليك واحد الضغط خايب. مثلا خدمتي ما خدمتيش، خرجتي دخلتي خدمتي، جراو عليك عاوتاني خدمتي، فهادي زعما شي حاجه اللي خايبه بزاف وكتعذب نفسيا. فملي كتكون ساكت وخدام على امورك بلا ما يعرف حتى حد، اول حاجه ما كيكونش عليك هكاك الضغط، غير الاب والام وهذا بيناتكم كتبقاو مضاربين حتى كتصدق الحاجه. على اي، فانا هذاك شهرين كامله وانا كنبكي ما نكذبش عليكم، بقى فيا الحال لانني عاد فرحت بزاف، فرحت وشريت شريت بزاف الحوايج، شريت الباليزات دي فاليز، شريت الحوايج، تخيلت راسي في هوليود وكندور في الشوارع، يعني ما نكذبش عليكم كانت صدمه كانت قويه. وتخيلوا معايا باش نقول لكم، سبحان الله انا كنتخيل التركيز ديال البشر الناس وبصفه عامه بحال شي اشعه، بحال واحد الاشعه ملي كتكثر بزاف النواحي واحد الحويجه زوينه عندك في ايدك كتخسر من كثرت هذاك التركيز عليها بزاف. الوغ كو ملي كتكون عندك واحد الحاجه زوينه وما عارفها حد، بحال شي بيبي صغيور حتى واحد ما مديها فيه ولا حتى حاجه، كيكون صغيور فخاجيل، غنتا اولا انت اللي كتكبري فيه شويه بشويه، نعطي شويه الحليب نعطي شويه الماكله دوش ليه، ما كديش زعما لهذاك ما كتخرجوش للمجتمع، ما تخرجوش قهوه الشموشات، تخرجوا البرد، تخرجوا يعني مخبيه في واحد البلايصه ديالك كتكبر فيه، هذاك الساعه ملي كيولي واحد الطفل كبير ولا كيولي واحد الراجل كتخرج ما كتخافش عليه صافي، يعني كيكون قادر على راسه. فلا ميم شوز ملي كتكون عندك شي حويجه زوينه، سواء زواج سواء شي فيزا بقى في الشك، اي حاجه بقى يعني ما شديتيهاش في ايدك 100% ما نقولهاش. بقيت كنقرا بحال هكا شي كتوبه، كنشوف مثلا شي برامج قال لك علاش السكات فيه قوه لك، قال لك السكات فيه قوه لك، انه مثلا نفرض انا وقعت لي بزاف المرات كنكون شي خدمه صافي خديتها في ايدي بامال دو فوا وصافي كنتحمس ونقول صافي انا صافي خدمت هاد البلاصه، درت مثلا ثلاثه لي زونتروتيان وقالوا لي راه اكيد من هنا واحد الشهر غنعيطوا ليك ولا شي حاجه، صافي انا بعض المرات كنقول له صافي دابا راه يا قال لك حتى تصدق الحاجه غتقوليها، وصافي انا صدقات. هي شوف ربع المرات حتى تصدق كاع، وخا تكون مثلا نفرض خدمه مشيت الخدمه ومن الاحسن الا ما قلتهاش للناس اصلا، من الاحسن والا قلتها تا نطول فيها وندير فيها بلاصتي، ومع ذلك واخا كاع دير بلاصتك واحد الحاجه ما تبقاش تهضر على المحاسن ديالها بزاف. والله الا انا هادشي راه كاع ما كنت كنديها فيه، كنقولها تخربيق سي نامبورت كو. ملي وليت كنشوف كتوبه ديال امريكانيين شينويين هنديين كيهضروا على لا ميم شوز وكيهضروا عليها يعني طاقيا، قال لك دابا الناس اللي دابا كاين جوج الانواع ديال الناس، كاين الانواع ديال واحد النوع ديال الناس ما كيهضر على النعمه ديالك بلا قياس، وخاصه مازال النعمه اللي مثلا نفرض شي واحد في الميريكان خدا الجنسيه ودوز واحد المده وصافي، يعني ماشي مشكل، ترى هضرتي على العيش في امريكا نتايا يعني مقاد وراقك داير عائلتك كما كنقولوا داير جدور. اوكي
اما شي واحد مثلا باقي مصايب شوراقي باقي مسكين حارق كيقلب وهذا فهم بالاحسن كاع ما يهضر يضرب بالطم واخا يكون في الميريكان تا يشد وراقي ويدير عائلته ويدير جدو راك الساعه يهضر كما بغى لانك الساعه كتكون حاجه مقضيه ما كتاثرش عليك فهمتي الحاجه اللي كتكون في خاجل وكتكون يعني باقا مدبدبه في حياتك باقي يلاه كتدخل بشويه واحد الحويجه زوينه بغات تدخل في حياتك وانت هي باقي يلاه كتدخل بشويه عليها انت هي كتقولها للناس كيبقاو مركزين عليك فاش الانواع ديال الناس وبعد المرات ماشي بالضروره ما حاملينكش فهمتيني كاين واحد النوع ديال الناس اللي كما كنقولوا غيحسدك غيحسدك وغيتمنى الزوال ديالك النعمه وكيفاش انت عندك وانا ما عنديش كاين واحد النوع واحد اخر غيولي باغي يتنافسك يتنافس معاك وخا حتى ما يحسدكش ولكن باغي يتنافس انا وكيفاش مثلا فلان حتى هي مثلا خدمتي معاك الخدمه غيولي يتنافس معاك وكلا الطاقتين خايبين لك طاقتين بجوج خايبين لك سواء انك الطاقه ديال التنافس للانسان حتى شافك عاد ولا باغي يتنافس وهذا وحتى الطاقه ديال الحسد طبعا بلا ما نقولوا عليها عاد واحد النوع ثالث نقدر نزيدوا عليه نزيدوا لكم هو حنايا في اخر المطاف انسان حتى الناس اللي مزيانين وزوينين وظريفين غتفكرهم ربما غتفكرهم شي حوايج ما عندهمش هما اوكي حنايا الله سبحانه وتعالى رزقنا كل واحد وكاين اللي عطاه هذا القصور وعطاه الاولاد وعطاه الصحه وعطاه تبارك الله قريب للكمال كاين اللي عطاه متوسط كاين اللي عطاه شي ارزاق فهمتي ملي كنشوف شي واحد نقول يلاه كمل عليه بخير وكتزيد في حالك انا هذا الشيء اللي كنحاول ندير مع الناس كنحاول انه الانرجي ديالي ما تاثر على حد الله يسهل عليهم والله يرزقنا حتى هنا ولكن كاين ثاني اللي ربما هو اصلا كيدوز بواحد الفتره اللي صعيبه في حياته مسكين وبلا ما بلا ماشي انه انسان خايب ولكن بلا ما يحس ويقول مثلا انت غتقول شي واحد ما خدامش شحال من عام ما خدامش وكيقلب وما كيهضر مثلا انت ولا انت باقي الا درتي واحد لونتروتيان في واحد الشركه اللي واعره وغتخدم شي خدمه اللي ما دايراش ولا في الاحلام وربما انت دفعتيها مره ولا جوج وقبلوك واحد اخر سنين هو كيدفع وما كيتقبلش غير قول لي واخا تيكون انسان ملاك ضروري غتجي هذيك الفكره ديال شوف شوف الناس تبارك الله واخا تا كاع يقول تبارك الله يقول شوف الناس يعني غتفكروا في هذاك الالم ديالو اللي هو شحال وانا مضارب مع الخدمه وجا شي واحد عاب عليك ولا بعلوك من ورايا وخدم مدير عليا مثلا ولا ف هذا الشيء كامل كيدخل في الطاقه السلبيه اللي كتاثر لك على هذاك البيبي هذاك البيبي كنقصد به هو كل حاجه الزوينه اللي بغات تدخل حياتك يلاه كتبغي تدخل لحياتك بحال هكا كتمشى بخطى متعثره وكتجي كيجي شي ريح اللي هو شي طاقه من شي بلاصه من شي قنت هذا كيدي هذيك الحاجه وبزاف الامثله دازوا عليا فقلت لكم المثال اكبر مثال هو اللي علمني وخلاني وخات انا فيا الهضره بزاف ولكن وليت الحوايج اللي كبار مثلا الحوايج اللي فريمون كيعنيوا ليا شي حاجه كبيره وما بقيتش كنهضر عليهم بزاف ربما نجبدها شي جبده خفيفه وشي حاجه ولكن ماشي بحال قبل لان النجاح يتم بصمت فهمتي شحال من واحد ما كتعقلش عليه كتبقى دائما ماشي حاقره ولكن ما كتشوفوش لانه ما كيهضر على راسو ما والو هذا شي نهار كيقول لك راه شرا الدار وشرا هادي وفعل وترك وترك ما كتعرفوش تقولي امتى ما عرفت كيفاش هذوك هما الناس الحارقين اللي كيسكتوا حتى كتقضى امورهم فعلى اي القصه ديالي ملي بقات واحد شهرين وانا صافي ما عارفه راسي واش غنشد عتي لا تورتور علينا من بعد ما صافي نسيت وصافي قلت كان حلم امريكا يوم من الايام حلم ضاع فهمتي حتى كيجي واحد واحد الرقم عيط ليا رقم جاني في شكل جاوبته قال لي واش هادي رجاء قلت لهم يا هادي رجاء قال لي حنايا راه غنعيط لك من القنصليه اجي تاخدي الفيزا ديالك ديال امريكا انا في هذيك اللحظه ما كذبش عليكم كيسحب ليا شي واحد من العائله صافي بغى يشد فيا قلت ناري هادو سالاو معايا بقاو داروا لي الطياره يكون شي واحد دابا انا شي قلت شي كوزان ولا شي كوزين بغى يطلع معايا وضحك باسل واش هاد البساله صافي يطلع لي الدم قلت لي كيفاش الفيزا واش زعما واش كبوزات سور وهذا ولكن بات لي الفرونسي زعما مزوينه والهضره زوينه وهذا شديتك شي سيريوزمون ايماجين عطاوني اون دات وعطاوني كلشي وقال لي سير القنصليه جيبي الباسبور ديالك راه فيه الفيزا ديالك وغاده وما قلتها لتا حد وفي الشك يعني غاده وحتى ماما مسكينه مع ماما تازمت المره الاولى فالمره الثانيه حنايا غاديين معاولين انها غتكون غاشي واحد كذب علينا ولا فهمتي ولكن مع ذلك قلنا حنايا
فهمتي فرصه ما نقدرش ربما، والا كانت بصح ما ندموش وصافي نديروا اللي علينا وصافي، غنمشيو للقنصليه في لادات اللي قالوا لنا كنا وغنشوفوا اش وخام. عطاوني الباسبور فيه الفيزا وماما فرحات بزاف، وقررنا ما نقولوا لتا واحد. ماما حدها قالت لماماها الجده فقط، وقالت لي دخلت عليها بالله عافاك ما تقولي لتا حد، خلي الدريه تنشوفوا اش غدير وتحط رجليها في امريكان. وك الساعه ديك الساعه ماشي مشكل، اللي بغات نقولوها لي اي واحد عجبكم، لانهم بالاخص جده والعائله عارفيني انا كنت بواحد الازمه كبيره وهذا، فتا هما مساكن تفهموا ماشي مشكله، لا لا قضي الغارات تقضي وقولي لينا. خلاتها واحد السيده كنعرفوها قالت لك شوفي شكون هو اللي غيبقى فيه الحال، علاش ما قلتيش ليه؟ هو شي واحد اللي غريب، اما الانسان اللي كيبغي لك الخير غيقول لك شوفي كاع ما تقولي ليا، من الاحسن ما تقوليش ليا، انا اللي كيهمني انك تكوني بخير وعلى الف خير فقط. انا متفهم ان الحاجه اللي مسكات كتقضى. فانيويز فاش درت المرحله الثانيه هنايا، هذا المثال فيه مثال ديال ملي هضرت شوكا وملي سكت شوكا. حنايا اش تقررنا؟ غنبقاو على رجاء ما صافي ما الفيزا مشات، هو اللي راجع شحال ما صافي ما بقاش الواحد حتى الناس ما بقاش كيسولوا، لانهم صافي هذاك الشهرين يقتنعوا انني بقيت غاده، انهم الفيزا ما بقاش عطيوها لي عطاوها ليا. سكيف فيه حتى ملي عيطوا عليا بصح وعطوني الفيزا بقيت ساكته، تقديت في صمت. بابا كان في ليبيا ديك الساعه، لدرجه حتى بابا ما قلناهاش ليه، حيت بابا هذا بابا بحالي من النوع اللي كتقول لي شي حاجه بسيطه كيهضر لعائلته ويهضر صحابه وكلشي غادي يعرف، وحنايا باقيين ما عارفين والو، باقيين حتى نتاكدوا ويمشي وهذا. فصافي بقينا حنايا، تقديت هضرت مع الناس اللي غيستقبلوني في امريكان، جمعت لي فاليز ديالي، قطعت الطياره، درت شوبينغ وكل شيء، وصلت لامريكان وحطيت رجليا في نيويورك. عادك الساعه قلناها حتى بابا عاد قلناها لي، هو عارف اننا كنخدموا على هذا الشيء ديال امريكان، وعارف انه صدق ولا ما صدقش، ولكن قررنا اننا ما نقولوا لتا حد، لا جيران لا عائله لا والو، لدرجه انه بزاف الناس اتبعوني التصاور ديالي في فيسبوك رجاء في الامريكان. ولكن كما قلت لكم الانسان اللي كيبغي لك الخير علاش غتقلق مني وانا واحد الحاجه فيها الخير ليا؟ تصدق وغتعرف بحالك بحال اي واحد، فاتونسيون، لانه الحاجه ملي كنقولوها للناس والله راك شي عجيب غريب. شحال من حاجه الا قلت لكم الامثله راه ما تخيلوش، راه زعما اللي بحالي انا مبغاش يتساعد. وشحال من مره كتكون شي حاجه زوينه، وحتى هنا في الميريكان شي خدامي كما كنقولوا ولا في الخيال، يعني في قنصليات في مراكز شي حاجه اللي كبيره مع شخصيات اللي في شكل، لدرجه انها كتكون كنكون قريبه بيني وبينك المنصب بحال هكا كومسا، كنبقى نهضر سبحان الله كتوقع شي مصيبه، وقع شي حاجه الشركه كتسد البيبان كاع عرفتي، يعني لدرجه الدار عندنا في المغرب كيقول لي شوفي رجاء انتيا بليز واش تيا ما كتعضيش ولا مالك؟ صافي سكتي. قالت لي كيقول لي شوف انت سكتي ما عرفتش كنتي غديري. وهذه يعني انا بغيتكم تاخذوا من التجربه ديالي عبره تفكر اوكي ماشي مشكل، انت فرحان حاول تجمع الفرحه ديالك خليها حتى الوقت المناسب، خليها يكمل عليك الله بخير وتخدم، وهذاك الشيء يسهل عليك الله سبحانه وتعالى فيه اللي بديتي في حياتك، خاصه في المرحله ديال البيبي. ملي كنعنيك المرحله ديال البيبي يعني واحد الحاجه جديده في حياتك، خديمه باقا ما شداتش بلاصتها مزيان، باقي الله نتايا واخا تكون كاع خدمتي، لانه ملي كتدخل لواحد الخدمه راه عندك واحد العام، العام الاول راه كتعلم فيه وانت وزهرك يقدروا يجريو عليك فيه، شحال يا ما كيجريو على الناس عادي جدا بالاخص في الامريكان، غيجريو عليك بالفن، ما تعلمتيش بالزربه ما كذا ما كذا. فما كاينلاش نبقى نقول للناس انا خدام فواحد الشركه الفلانيه ولا كذا كذا، انا كنت كندير المساله وكانوا يعني سبحان الله فيما كنهضر بزاف كيكونوا يعني عندي صعوبات في الخدمه، كتلقى عندك مشكل مع المدير، ممكن كاع الشركه كتسد نهائيا. وقعات كنت خدمت في واحد المدرسه لي غوش، الا كتعرفوا الا كتعرفوها راه كاينه في لا سويس كاينه في لاشتين في اسبانيا، وكان حلات هنا كنت في ليغوش بحال قلتي الكل في الكل، وكانت صافي يعني رجاء واحد الخدمه ديالها ما عرفت كيفاش دايره وكذا وكذا، مديره في الايغاش وهضر يا ما تهضر وهضر يا ما تهضر، كنت فرحانه. عرفتي ملي كتكون انت انسان مهاجر وجيتي لامريكان وخديتي منصب اداري وباقي انت صغير، فوالا زعما راه انجاز كبير هو فعلا كتكون فرحان براسك، ولكن بعد المرات قوت الهضره على هذاك الانجاز كيطير الانجاز.
فايماجين سدات المدرسه كاغي مو بقيت شحال بلا خدمه تاني وقلب يوم تقلب. فهاد الشيء اللي كاين، اسمحوا لي راني كنهضر وانا في السخفه، غير بغيت مره نبارطاجي معكم يعني في القناه كما نتوما عارفين كنهضر على التجربه ديالي في الهجره الامريكان، كنهضر على التجربه الخاصه ديالي في شي حوايج اللي نفعوني او اللي ضروني في حياتي باش اسبيرون تعضوا بهم وتعلموا منهم. ونقول لكم شكرا بزاف على متابعه هذا الفيديو، اسمحوا لي بزاف، القناه خاصه بزاف ديال الخدمه وعارفه راسي انني مرات كنغيب، ولكن انا كنحاول في الفتره ديال الحمل على الاقل انني ندوزها بسلام، نولد بخير وعلى خير ونرجع لكم بحله جديده بعد الولاده. سي يو نيكست تايم، السلام عليكم.